عباد الله، ونحن نعيش نفحات هذا الشهر الكريم، شهر الصيام والقيام والقرآن، شهر الجد والاجتهاد والنصر والجهاد والاستشهاد، لا بد أن نذكر أن هذا الشهر الكريم كان على مر التاريخ كان شهر الجهاد وشهر النصر وشهر التمكين للمسلمين. في هذا الشهر الكريم وقعت أول معركة فاصلة بين المسلمين وبين الكفار، وهي غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة التي سماها الله عز وجل بيوم الفرقان، فرق الله فيها بين الحق والباطل. في هذا الشهر الكريم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة للهجرة، دخل مكة فاتحا، وكان الفتح الأعظم في هذا الشهر الكريم. في هذا الشهر الكريم وقعت معارك الإسلام الكبرى عبر تاريخ المسلمين، واليوم أصبح هذا الشهر عندنا شهر النوم والكسل والخمول والذل والانبطاح. فلماذا كان أسلافنا ينتصرون في هذا الشهر انتصارات عظيمة، ولماذا نحن لا ننتصر؟ ألسنا نصوم رمضان كما كانوا يصومون؟ ألسنا نقرأ القرآن كما كانوا يقرؤون؟ ألسنا نأخذ من الليل كما كانوا يأخذون؟ فلماذا لم ينصرنا الله تعالى بصيامنا وقيامنا وقرآننا كما نصر أسلافنا؟ الجواب نعرفه، ولكن لا بد أن نذكر به من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اليوم نصوم ونصلي ونقوم، ولكن ليس كالصيام ولا كقيام ولا كقراءة القرآن كما كانت عند أسلافنا. أصبح الصوم اليوم عندنا عادة وتقاليد، وكان عندهم عبادة وإيمان ويقين واحتساب على الله سبحانه وتعالى. فهل حققنا الغاية التي من أجلها شرع الصوم؟ لعلكم تتقون. هل الصوم يحصل عندنا التقوى؟ هل حقق عندنا مراقبة الله عز وجل؟ أممكن نصوم في النهار عن الأكل والشرب لهو حلال، ونحن نمارس الحرام ونأكل أموال الناس ونغش ونسرق ونسب ونلعن؟ إذن فين هو الصوم؟ هذا صوم؟ أصوم لأن الناس يصومون. هل غير الصوم فينا شيئا؟ واش فعلا كنحسوا براسنا في نهار رمضان مختلفين عنه خارج في الأيام الأخرى؟ كاين شي فرق ولا بحال بحال؟ في الشوارع بحال بحال، حتى في المساجد بحال بحال، في المؤسسات في الإدارات نفس الأمور لا زالت. والصوم احنا صايمين ولم يغير فينا شيئا. هذا الصوم يكون سببا للنصر؟ هكذا كان يصوم أسلافنا؟ أبدا. والله إلا فاش كنشوف الحال ديال الشباب في رمضان كنتلف. النص ما كيجيوش دابا للمدرسة، كيجيوش. القسم إلا فيه 40 كيجيو 20، وإلا فيه 30 كيجيو 15. وهذوك النص اللي كيجيو النص فيهم ناعس، كيدخل كينعس كيكمل النعاس، حيت يمكن في الدار قالوا له خصك تمشي. صايمين. وهذا اللي في المدرسة هو اللي في الإدارات، يا إما كنجيو معطلين يا إما ما كنجيوش يا إما كنمشيو قبل الوقت. أما لباس بناتنا بحال في رمضان بحال خارج رمضان، كدوز عليهم وجالسين كيلعبوا الكارطة ولا الضامة، الأولاد مع البنات، شي حاشي يغلي من هنا، شي نعس على وحدة من هنا، أش هذا الصوم؟ ألهذا شرع الصوم؟ هذا ما احنا صايمين وصافي.
لأن الناس يصومون فنصوم كما يصومون. أما القرآن فحالنا معه يدمي. احفظه ماشي كاملين كاين الناس ديالو اللي كيحفظوه، ونقرأه ونستمع إليه ونطبعه الطبعات الفاخرة الفخمة ونجري فيه المسابقات الوطنية والدولية والمحلية وأين هو القرآن في الواقع في حياتنا؟ أين هو القرآن في بيوتنا، في إداراتنا، في محاكمنا، في مجتمعنا، في مساجدنا؟ أين هو القرآن؟ أين آيات القرآن؟ هكذا كان أسلافنا مع القرآن، كانوا وقافين عند حدوده وآياته. لما كتجي الآية يقولون سمعنا وأطعنا، حتى نقولوا أيه بصح كاينة، إيه ولكن ولكن. هذا حالنا مع القرآن. وكيف حالنا مع أهل القرآن؟ ودائما أذكر في مثل هذه المناسبات بمكانة أهل القرآن في المجتمع، الناس ديال القرآن، الحفظة ديال القرآن، الناس الذين يصلون بنا، كيفاش حالهم في المجتمع؟ كيفاش دايرين؟ كيف نعاملهم؟ واش رفعناهم ولا هذا كان فقيد ديال الجامع؟ صافي فين ما لقى ينعس، وشنو ما لقى ياكل، وشنو ما لقى يلبس، هذا غير فقيه، صافي فقيته هو بغيته يولي. هذا حال اهل القران، اهل الله وخاصته الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم، هكا بالاطلاق، خيركم من تعلم القران وعلمه. ما كاين اللي كيعلم لا الرياضيات ولا الفيزياء ولا الطب ولا الفلسفه ولا خيركم من تعلم القران وعلمه. ايوا كيف نعامل هؤلاء الذين فضلهم الله عز وجل؟ كنشوف شي مناظر الفقيه ديال الجامع كلشي كيفهم عليه، طولتي واحد يقول له قصرتي، واحد تيقول له لا كتقاري بلاتي، واحد تيقول اجي دخل اقرا، انت ما تطولش، غير وقف، انت ما تقراش غير وقف. اتقوا الله في اهل القران، اهل القران اهل الله وخاصته، ويجب اكرامهم وانزالهم المنزل التي تليق بهم. وهذا شهر القران، شهر نزل فيه القران، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يجب علينا أن نكرم فيه أهل القرآن. إذا كنا احنا ما قديناش نحفظ القرآن، أو لم يختارنا الله عز وجل لقراءته وحفظه، ولم يرنا الله أهلا لذلك، فعلى الأقل نكرم أهل القرآن لعل الله تعالى أن يحشرنا معه. وأما القيام، القيام قيام الليل، تراويح، أصلي مساجد مبتلئة، ولكن عباد الله راه القيام والتراويح سنة نافلة، والصلوات الواجبة لا تصلى، وليداتنا كيصليو غير التراويح، وكثير منا يحرص على صلاة التراويح ويفرط في الصلوات الواجبة. هذه الصلاة التي أمر الله عز وجل بها، وأمر بالاصطبار عليها، وأمر بإقامتها بكافة أركانها وشروطها. كيف حالنا مع الصلاة؟ واش أسلافنا كانوا كيصليوا التراويح زعما ما كانوش كيصليوا الصلوات الخمس؟ واش كنتصوروا هذا الشيء هذا؟ فاش كتسمع بأنه كان يقوم الليل كله زعما كان ينام عن صلاة الفجر؟ كان ما كيصليش العشاء؟ كان ما كيصليش العصر؟ تا يجمع كل شيء تا الليل ويجي يصلي التراويح؟ والتراويح أصبحت عادة طقوس. التراويح نافلة ويتميز بهذا الشهر الكريم، ولكن لا تكون التراويح إلا إذا أقمنا الفريضة، لا يمكن، وإلا رحنا كنضحكوا على راسنا. أجي صلي التراويح وما صليش الصلوات الخمس، أي ما تصليش التراويح. من فرط في الصلوات الخمس هذا يتلاعب بدين الله عز وجل، هذا اللعب هذا. فكيف ينصرنا الله عز وجل إذا كان هذا حالنا؟ إن انتصار المسلمين في شهر الصيام
وإن خروج الأمة من زمن التيه والشرود، وإن انتشالها من هذه الوضعية المحزنة المخزية يحتاج إلى توبة صادقة، وإلى رجوع إلى الله عز وجل، وإلى قلوب ربانية، وإلى نفوس حية أبية. إن طريق النصر واضح، قد رسمه القرآن الكريم وبينته مدرسة الصيام، يقوم على ثلاثة أركان: الصيام والقرآن والقيام، لكن ماشي بالطريقة اللي كنديروها احنا، بالطريقة التي فهمها أسلافنا وطبقوها. معالم النصر واضحة، فهل نحن أهل لذلك أم نكون ممن قال الله فيهم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، آمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، ها هي العشر الأواخر من شهر رمضان قد أقبلت علينا، إنها ليال معدودات وساعات محدودات، وإن العاقل يبادر الدقائق فيها لفعل الطاعات لعله يفوز بأعلى الدرجات. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يولون أهمية خاصة لهذه العشر الأواخر، فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها ويتحرى ليلة القدر خلالها، وكان يحيي ليله كله. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. فاش كيدخلوا العشر الأواخر كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد، وكان يحيي ليله كله بالعبادة والذكر والصلاة وقراءة القرآن. احنا دابا كنحيوا الليالي ديالنا، كنحيوها ما كننعسوش، ولكن باش كنحيوها دوز وشوف القهاوي حتى الجوج ومازالين فاتحين. واش عباد الله هذا وقت القهوة؟ واش رمضان، ليالي رمضان، ليالي العشر الأواخر من رمضان تمشي تجلس في القهوة، تجلس في راس الدرب، تتفرج في الماتش، في المسلسل، ها؟ هذه الليالي التي خصها الله عز وجل بليلة القدر، وهي خير من ألف شهر، أكثر من 80 سنة، ليلة واحدة أفضل من هذه. وتقدر هذيك الليلة اللي أنت جالس في القهوة كتلعب الكارطة ولا كتفرج ما نعرفين ولا، هذيك هي ليلة القدر. حنا كنمشيو كنخفوا مع الفقي واحد نص ساعة ولا كذا، وعندك يمشي يطول تغبوا عليه باش يساري بدغيا ومشيو للقهوة. وشحال كتجلس في القهوة؟ 3 السوايع، 4 السوايع، 5 السوايع، حتى للسحور كاع ماشي مشكل. هذه الليالي لا نعرف قيمتها، والله لا نعرف قيمتها، مع أنها واضحة عندنا. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أجر عظيم إذا وفقت لقيام هذه الليلة وتختص بها العشر الأواخر. فاحرصوا على هذه العشر ولا تضيعوها ولا تفوتوها، كما يحرص التجار على الربح في مواسم البيع والشراء. واش عمرك شتي شي تاجر فاش كيكون شي موسم ديال البيع والشراء كيسد الحانوت ديالو ويمشي ينعس، كيقلب هو على المواسم، كتلقى ما كينعس ليل وبالنهار، حيت هذه فرصة يمكنش يضيعها، هذا موسم كيجيش دائما. لو كان رمضان كيبقى معنا 6 شهور ولا 7 شهور ولا 10 شهور ماشي مشكل. الله عز وجل وصف رمضان كله بأنه أيام معدودات،
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. هذا رمضان كامل أيام معدودات، فما بالك بالعشر الأواخر محسوبة، ليلان بعد ليلان بعد ليلان، يلا البعض خلال رمضان، احنا اليوم احنا في 18 الأيام تطير، فاغتنم هذه الأيام. فلعلنا لا ندرك رمضان القادم. شحال موحدين كانوا معنا وكانوا يتمنون أن يعيشوا ليدركوا رمضان وأن يصوموا رمضان، ولكن أجل الله أتاهم، مشوا عند الله. فلعلنا لا ندري هل يحيينا الله إلى رمضان القادم أم لا. فهذه فرصة، وهذه رحمة من الله عز وجل، وهذه نفحة من نفحاته لا يجوز للمسلم أن يضيعها ولا أن يفرط فيها ولا أن ينفق دقائقها وساعاتها في التفاهات. انظروا إلى حالنا، إما صاهرين مع التلفازة في المقاهي ولا في البيت، وإما في الشوارع تيطلع ويهبط في الأسواق، وأحسننا حالا راه ناعس، هذا هذاك ما كيدي لا إثم لا والو. هذه الليالي عظيمة عند الله عز وجل، فيجب أن نحرصها وأن نعرف قدرها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. فإن لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار في كل ليلة من هذه الليالي، فلعل الله عز وجل يكتبنا من عتقائه من النار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن، اللهم اجعلنا ممن صاموا رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قاموا رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر، ووفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا، واكتب لنا أجرها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم كل إخواننا المجاهدين المرابطين على أرض غزة، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم قوي شوكتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم أطعم جوعاهم، تقبل شهداءهم، وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود المغتصبين، اللهم عليك باليهود قتلة الأنبياء والمرسلين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم إنهم قد طغوا وتجبروا، فأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عجل بزوال دولتهم، اللهم اهزمهم يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم واشمل بهدايتك وتوفيقك عاهل المغرب أمير المؤمنين الملك محمدا السادس. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم اجعله للحق وضدا على الفساد. اللهم أصلح به وعلى يديه، اللهم أصلح ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وأصلح اللهم أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.